الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر أيار الماضي، وذكرت شركة سومو أن الشركات الصينية كانت أكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي بواقع 9 شركات من أصل 39 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر أيار. وأضافت أن الشركات الهندية جاء ثانياً بعدد 7 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والأمريكية ثالثاً بعدد 4 شركات لكل واحدة منها، وجاءت الشركات الإيطالية واليونانية رابعاً. تستمر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالارتفاع في البورصة الرئيسية والصيرفات بالعاصمة بغداد وسط تعاظم تكاليف الحياة اليومية للعراقيين من جراء الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وقالت مصادر اقتصادية إن سعر الصرف في البورصة ببغداد قارب نحو 148,000 دينار لكل 100 دولار قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، والذي تشهد فيه الأسواق المحلية ركوداً غير مسبوق اتضحت معالمه بعد إقرار الموازنة ذات العجز الخيالي، فضلاً عن صمت حكومي مطبق تجاه الأزمات الاقتصادية المتتالية. انتقد خبراء اقتصاديون تجاهل حكومة الإطار التنسيقي القطاع الاقتصادي من خلال غض النظر عن المجالات الإنتاجية في البلاد، وأكد الخبراء أن العراق استورد حفاظات للأطفال بقيمة 100 مليون دولار عام 2019، فيما بلغت استيرادات حفاظات الأطفال 39 مليون دولار في شهر أيار 2023 فقط، فيما لا يزال القطاع الصناعي الطبي العراقي ضعيف ولا يشكل أكثر من 1% من مجمل احتياجات العراق للمواد الطبية المختلفة، بالرغم من توفر الكثير من مصانع المواد الطبية. قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن السياحة هي في الواقع نفط تركيا، وأفاد أرسوي بأن هدفهم للعام الحالي تحقيق 56 مليار دولار من عائدات السياحة، مبيناً أن عدد السياح القادمين إلى تركيا في ازدياد مستمر كل عام. واستقبلت تركيا 51,387,000 زائر خلال عام 2022 بزيادة بلغ معدلها 71% مقارنة بالعام السابق 2021 بحسب بيان وزارة الثقافة والسياحة التركية مطلع شهر شباط الماضي. حذرت نائبة رئيس صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث من أن البنوك المركزية يجب أن تقبل الحقيقة المزعجة بأنها قد تضطر إلى تحمل فترة أطول من التضخم أعلى من هدفها البالغ 2% لتجنب أزمة مالية. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن جيتا جوبيناث في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سنترا بالبرتغال قولها إن صانعي السياسة يخاطرون بمواجهة خيار صارم بين حل انهيار مالي في المستقبل بالنسبة للبلاد المثقلة بالديون ورفع تكاليف الاقتراض بما يكفي لترويض التضخم المستعصي. وأضافت جوبيناث أن مكافحة التضخم يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى هدفه المنشود، وهذه هي الحقيقة الأولى غير المريحة، ما يعني المجازفة بأن يصبح التضخم راسخا. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
كتاب الموجز، كل عام وأنتم بخير.